كم جميل أن نجتمع كلنا مجدداً بعد عطلة الصيف. ولكن هناك شيء ناقص. بنطالي، بنطالي ناقص، لا أرتدي أي بنطال، أنا أصلاً لا أرتدي بنطالاً أبداً. إف ارتعبت لوهلة. حذائي، حذائي ناقص، لحظة فعلتها مجدداً، لما أحتاج إلى حذاء؟ ليس لدي أرجل، أرجلي، أرجلي ناقصة. أنت محق، ينقص شيء ما، الجو لطيف جداً. يا أنا أرتدي قبعتي الجديدة منذ 20 دقيقة ولم يسخر مني أحد بعد. دعني أساعدك في هذا. أفهم لما احتفظت بالسعر، أريد استرداد نقودي. حرق درجة أولى لن يترك أثراً، جامبول أفضل منك بكثير بالسخرية. أجل أجل، صحيح. أين جامبول وهارون؟ يا أولاد يا أولاد، إنها الساعة 8، ستتأخرون في أول يوم مدرسة، أمكم حملت المسؤولية وإن لم تصلوا في الوقت ستدمرني، تدمركم، تدمرنا. أنا أنتم نحن إنه فقط مجرد حلم، ليست الثامنة، الثامنة والنصف. لقد تأخرتم. أولا لقد تحولوا إلى قرطاسية، أو ما زلت أحلم؟ طريقة واحدة لأعرف. لا يمكنني الطيران، إذن أنا لا أحلم، أنا لا أحلم، ناقوس الخطر، ناقوس الخطر. إلمور جونيور، هاي. مرحبا، زوجتي تتكلم. زوجة من؟ ريتشارد. مستر واترسون، ما الأمر الآن؟ أتصل لأبلغك أن الأولاد لن يحضروا اليوم لأن رؤوسهم كبيرة. هذا ليس مرضاً، أحضرهم. هذه كانت البداية، ثم بدأوا بالسعال وجلدهم بدأ يقشر، ثم ظهرت تكتلات على أيديهم. هذا المرض كوباء. نعم هذا هو، أعطيتهم فيتامينات، سأحضرهم بعد الغداء. لحظة، ماذا؟ لا الأولاد مصابون بالوباء؟ ربما لأني عملت طوال الليل وأحتاج إلى النوم، لكن هل قلت الأولاد مصابون بالوباء؟ لا لم أقل، أنت قلتي. صحيح، أنا مرهقة. أعرف ذلك، وأنا أيضا. أكيد، عملوا طوال الليل في المصنع، لا يقارنوا بنصف ساعة تسوق للمدرسة. تماما. حسنا، طالما وصلوا إلى المدرسة باكرا. ولكن ألا تثقين بي؟ معك حق، إنني آسفة. اسمع، سأعيدهم أنا إلى البيت، إلى اللقاء. لا أعرف لما تقلق هكذا، أنا أب صالح. أسقط أنت. أين ذهبوا؟ أوكي، أفضل طريقة لإيجاد شيء ما هو تتبع آثاره. أوكي، ليسوا هنا. أين رأيتهم آخر مرة؟ لنرى، البارحة بعد الظهر. هيا يا كسالى، التسوق أرهقني، كمكافأة سنذهب للنوم الآن مع أنها الخامسة فقط. طيب، إذا كانت المشتريات في السرير، إذن الأولاد في الصندوق. جامبول، داروين، أنايس، أنتم هنا. لا يمكنهم التكلم، بحاجة لأكسجين. افتح يا سمسم، لم ينفع الأمر. أبرا كدد أبرا. ما هي الكلمة السرية؟ أوه يا بليز. لحظة، هذا المفتاح. لما لا يعمل هذا المفتاح؟ لأنها ليست سيارتك واترسون. صحيح، صندوق سيارتي لا يفتح بهذه الطريقة. المفاتيح معي والسيارة ليست هنا، كيف يكون هذا؟ ابقوا هنا لأحضر التذكرة في الحال. مهلا، الأب الصالح لا يترك أولاده في السيارة وشبابيك مفتوحة. السلامة أولا. حسناً يا أولاد، هيا بنا. استعدوا للقفز في الفضاء يا أولاد. لقد ناموا بسرعة. مهلاً سيارتي. الأولاد ما زالوا داخل سيارتي، أنا آتٍ. سيارتي. أنا هنا، تنفسوا. أين سيارتي؟ إنها في القسم دي. شكرا. أين القسم دي؟ إنه بعد القسم سي. عفوا، لم أقل لك شكرا.